للاسباب الرئيسيه في النادي الاسماعيلي دلوقتي هو عدم الاستقرار الاداري. وعدم الاستقرار الاداري بيؤدي الى عدم استقرار فني. فده لازم يوصل له كده. السنه اللي فاتت احنا شفنا، الموسم اللي فات شفنا ان مجلس الاداره اللي كان موجود كان عنده شويه مشاكل اثرت على تكوين تيم. يعني كان جايب حد مسؤول ان هو التعاقدات بتاعت النادي هو مش بتاع الكوره، وده اللي عمل الدروب في النادي. يعني هنتكلم من بدايه السنه اللي فاتت. فعدم الاستقرار الاداري من السنه اللي فاتت هو اللي وصل الاسماعيلي اللي هو فيه لحد دلوقتي. حتى مجلس الاداره الجديد لما جه كان جه وخلاص الدوري بدا، فدي كانت مشكله. يعني ما كانش قدامه فرصه ان هو يكون فريق جديد، وده مش سهل. مش سهل الفتره الاخيره دي. النادي الاسماعيلي ابتدى يفقد حاجه مهمه جدا ومحدش واخد باله منها، الا وهي ان النادي الاسماعيلي ما بقاش خيار اول للعيب. ودي كانت مشكله. يعني احنا على ايامنا لما حد يجي يقول له ده الاسماعيلي عايزك والنادي الفلاني والنادي الفلاني فبيختار الاسماعيلي وهو مغمض. لا، دلوقتي بقى في، يعني مثلا لما يجي تقول له مثلا سموحه في الاتحاد في الاسماعيلي، فالنادي الاسماعيلي بقى رقم ثلاثه. ودي مشكله ان انت تعرف تكون وتغير مفهوم اللعيبه عن النادي الاسماعيلي والوضع اللي كان فيه النادي من مشاكل ماديه ومشاكل اداريه. ده هياخد وقت. الحل السريع دلوقتي هو الاستقرار وعدم اثاره مشاكل. دي اول حاجه لازم يعملها مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي. الحاجه الثانيه هو تدعيم الفريق على قد ما يقدر، وده هيبقى فيه خسائر. لان انا المعلومه اللي عندي ان هو ما فيش غير مكانين بس في تقريبا فاضيين في القائمه، فانت عايز اكتر من مكانين عشان تدعم. فانت هتمشي لعيبه، فلما تمشي لعيبه لازم تدفع لهم فلوسهم، فهيبقى لود زياده عليك في المصاريف. فانت عندك مشاكل اصلا ماديه وعندك اواضي لازم تدفعها، ففي مشاكل كتيره جدا دي. بس هو الحل السريع دلوقتي هو عدم اثاره المشاكل وتدعيم الفريق بعناصر قويه تقدر تشيل الفريق في المحنه اللي هو فيه. يعني هقدر اقول كنت اقرب للاهلي، كان خلاص يعني كان النادي خلاص كان اتفق مع النادي الاهلي وكان الشيك خلاص راح وكان الاستغناء المفروض خلاص هيتمضي عليها، وفي الاخر الموضوع يعني ما تمش. ما كانش ازمه، كان رئيس النادي ساعتها المهندس نصر ابو الحسن، وكان مجلس الاداره وافق على البيع. وبعد كده لما جه يتمم الصفقه فمجلس الاداره قال لك لا، يعني خلاص مش هينفع نبيع معتصم دلوقتي، فالموضوع ما تمش. اهلي وزمالك وبيراميدز هيفضلوا في المنافسه لحد اخر الدوري اظن كده، يعني بالمستوى اللي انا شايفه دلوقتي. والله ابتدينا شويه ان يعني المستوى يتحسن الى حد ما، مش كل الفرق طبعا، لان في يعني في فرق بيبقى عايز مركز معين لكن القدره الماديه عنده ما بتبقاش قويه، فبيضطر يجيب اللعيب 60-70% 50-60-70% يعني 70% ده كويس يعني، فده بيأثر. لكن لما تيجي تبص على الانديه الكبيره اللي هو الاهلي الزمالك بيراميدز الانديه، لا دلوقتي ابتدينا نشوف محترفين مؤثرين سواء في النادي الاهلي. لما تيجي تتكلم على بيرسي تاو فهو لعيب كويس جدا واضافه للاهلي، لما تيجي تلعب على تتكلم على ديانج فهو لعيب اضافه ولعيب كويس جدا، تيجي في نادي الزمالك ساسي قبل ما يسافر كان اضافه، بن شرقي اضافه، رزاق سي اضافه، تيجي تتكلم في بيراميدز هتلاقي تراوري، هتلاقي فخر الدين بن يوسف، هتلاقي الكارتي. فابتديت لا، المحترفين اللي بيجوا مصر دلوقتي لا هو ليفل عالي. اقدر اقول لا بيضر لان هو بياخد مركز حد مصري. بس برضو لما نيجي نتكلم على ان لو كان موجود في مركزه حد زيه او حد في مستواه ما كان لعب. وهو التجديد للاعب معين في اي نادي بيرتبط بتجديد لعيبه ثانيه هتنتهي عقودها. فانت لو عليت سقف اللعيب فانت هتعلي بعد كده للعيبه ثانيه. لكن دي على حسب قدره النادي وعلى حسب امكانيات النادي، هل انت تقدر تعمل كده؟ لعيب مؤثر ولعيب كويس في فرقتك فانت لازم تحافظ عليه. العقد اللاعب دي بيتحكم فيها النادي، يعني النادي هو اللي بيبقى ليه ليميت معين هو ما يقدرش يعلي عليه او على حسب قدرته هو كنادي. يعني كام دي؟ لا يعني ما اقدرش اقولها، اصلها هي صعبه. انت لما تيجي تقارن بالاسعار دلوقتي واسعار ايامنا احنا، لا طبعا في فرق في الاسعار. حتى الاسعار اللي بره لما تيجي تشتري حاجه يعني الفرق كبير. في الاهلي مثلا هنلاقي عبد القادر مؤهل ان هو يحترف، شريف مؤهل ان هو يحترف، في نادي الزمالك هتلاقي زيزو مؤهل ان هو يحترف، في بيراميدز رمضان وابراهيم عادل مؤهلين ان هو يحترفوا، دونجا يحترف. في الانديه الثانيه في لعيبه كويسه جدا، محمد ابراهيم بيقدم، يعني محمد ابراهيم في نادي سيراميكا من ساعه ما شفنا محمد ابراهيم مع المقصه هو بيقدم مستوى عالي جدا، يعني بقى له سنتين ثلاثه كده مستوى ثابت. هو اللي متابع الدوري يحس بالموضوع ده. انا بتفرج على ماتشات كتير
في الدوري فتحس الموضوع ده، لكن هو عشان بعيد عن الاهلي والزمالك فالسبوت بعيد عنه شويه، لكن هو من اللعيبه المستوى ثابت، مستواه ثابت، ونقدر نقول ممكن طبعا طبعا السن ابتدى دلوقتي يخش في 29 30 لكن هو من اللعيبه اللي ممكن برضه تحترف حتى لو في دول عربيه.